إبراهيم ضحية أخرى لوباء الكوليرا المنتشر في اليمن. تهرع أمه في أروقة مستشفى السبعين في صنعاء محاولة إنقاذ ابنها. محاولات الأطباء المستمرة لإنقاذه لم تفلح في نهاية المطاف. لقد فارق إبراهيم الحياة لينضم إلى قافلة ضحايا الكوليرا شاهدا على واحدة من مآسي بلاده. بحرقة وألم كبيرين ودع والدا إبراهيم فقيدهم ل9 سنوات في إحدى مقابر صنعاء، وبهذه الكلمات عبرت والدته عن أساها غير المحدود على ولدها. إبراهيم حبوب الله ما ننحن، ما قدرناش حتى ناكل الأكل، لا جيران أمس، حتى الأطفال يبكوا عليه. هذا أول واحد من أصحابه، أخواته أخته أمس تغمض وتقفز تبكي. إبراهيم ودوه جيبوا لي إبراهيم، يا رب تقول له كنت شليتني ولا شليت إبراهيم. إبراهيم حالي الله يرحمه. أما والد إبراهيم فقد كان أكثر تماسكا من أمه، وتحدث عن ملابسات وفاة ابنه. مستشفى الثورة حولونا للسبعين، فعلنا في السبعين فحص دم وبراز وبول وكلها. المهم قالوا معه بكتيريا وماشي مع الكوليرا، وفي الأخير قالوا معه ضعف في الدم. قلنا نسحب دم، قالوا ما بلا تكمل المغذية وبعدين نسحب له دم. الحمد لله ربي بز حقه قبل ما تكمل المغذية وتوفى ولله الحمد. وبالذات الحمد لله إنه ربي رحمه ورحم لنا إحنا والكل، إحنا حالتنا مستضعفة، لا معانا لا مستشفيات لا علاجات لا. فاجعة وفاة الطفل إبراهيم قد لا تكون الأخيرة من نوعها، فبحسب أطباء يمنيين مختصين فإن الكوليرا أصبحت وباء مستوطنا بعد تخطي عدد المصابين به حاجز 1.5 مليون مصاب. الحالة تتوافد إلينا بشكل كبير جدا، الحالة بتصل إلى المئات في خلال 24 ساعة، نحن نستقبل 200 إلى 250 حالة. احنا بدأنا الموجة الرابعة من الكوليرا، وتعرفون أن الكوليرا في اليمن هي مرض مستوطن. الموجة الثالثة من وباء الكوليرا التي حصدت أرواح أكثر من 200 شخص في اليمن منذ بداية العام الجاري تعد نتاجا لمجموعة من الأسباب يتصدرها الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه اليمنيون نتيجة لانهيار المرافق الصحية وشح المياه الصالحة للشرب وفقا لمنظمة الصحة الدولية. ليضيف وباء الكوليرا بعدا أشد عتمة إلى مشهد اليمن المبتلى بالحرب والجوع والفقر المدقع.